الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الواقعة تدل على واجب ولاة الأمور في الحزم على من يتجرأ على الفتية وإثارة الشبهات، وهو ما تأهل للعلم، لأنه يفتح للناس باب الشبهات وشكك الناس في نصوص الشرع ويحملهم على الجدل والتحزب وعلى أن تهون عندهم أدلة الشرع، وأنه ينبغي أن يؤدب أدبا رادعا علاجا لنفسه وعبرة لغيره. فهذا الشخص صبيغ صار له حركات في مثل المسائل، يسأل عن متشابه القرآن عليه أمام الناس، تكرر من هذا. وعند عمرو بن العاص كان أميرا على مصر، فرفع به أو أرسله عمرو، قبض عليه وأرسل إلى عمر، كتب عنه كتاب إن هذا ما يفعل، وصل وأرسل مع أحد الرسول، وصل إلى عمر، قرأ عمر كتاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، قال وين خويك؟ يلا بالرحل. قال كان هو انطلق من الرحل، شوف ايش يسوي، رح تأكل ورح تخليه. فجيء به إلى عمر، قال وش عندك؟ قال عندي في القرآن آيات وكذا، مثل يقول أجد في صدري حكة منها يعني. لما قال هذا الكلام أمر به فجلد حتى أغمي عليه وحبسه. بعد عقب مدة استدعاه، قال ما زال في نفسك في نفسك؟ قال نعم. فجلده حتى أغمي عليه ثم حبسه. وفي الثالثة نفسه جاء به أو أمر أن يجابه، فقال في نفسك؟ قال لا والله شفيت. فأطلقه. ولما ظهرت الخوارج في عهد عثمان رضي الله عنه بتأثير من ابن سبأ، هو اللي أثار الخوارج، جمع الشبهات وطاف من بعض الأمصار وأثار الناس، راح هؤلاء الذين أثارهم ابن سبأ إلى صبيغ، قالوا ادخل معنا أنت مضطهد قديم. فقال لا والله، فقال شفاني الله بعصيات عمر، فسلم ما دخل مع الخوارج. هذه حادثة. الحادثة الثانية كانت لأحد الصحابة رضي الله عنهم، صار له اجتهاد في بعض المسائل وينشر، هو أبو ذر رضي الله عنه، كان يرى أنه ما زاد عن حاجة الإنسان المال أو كذا أو الطعام، إنه ماله حق فيه يصرفه يبذله يعني، ويجهر بعض هذه الأمور. اشتكاه معاوية رضي الله عنه على عثمان، لأن كلامه ما يستوعبونه الناس، وبعدين ما عندهم أهلية للجمع بين النصوص ومعرفة الراجح والمرجوع. ولو كان إنه يتصرف في نفسه بماله ما حد يقول له شيء، لكن ينشر بين الناس. فاستدعاه عثمان رضي الله عنه ووجهه لما ينبغي وكذا كذا، لكنه لم يرى ذلك. فكان في آخر أمر نفاه إلى الربذة إلى جهة شمال شرق المدينة، يسمى أنخيلها الحين تقريبا أو حولها، توفي فيها. والنبي قال له أنك تعيش وحدك، تموت وحدك وتبعث وحدك. يوم مات في الربذة كان صادق جاين بن مسعود من الكوفة، قاضي الكوفة، في ركب المدينة، فاعترضت امرأة أبي ذر وقالت إن أبا ذر توفي، فنزلوا وغسلوا صلوا عليه ودفنوا، وهو صحابي نفاه حتى ما يشوش على الناس، لأن المدينة كانت ملتقى الناس وخصوصا المسلمون الجدد. فإذا انتشرت بينهم الشبهات وهم مسلمون جدد، إيش يكون؟ فتنة وشر. قد يتلقى الفتنة من هو أحيانا عنده علم وعنده أهلية، لكن تنفذ الشبهات إلى قلبه ويدعي العلم والحق. فإن عبد الرحمن بن ملجم بعثه عمر إلى عمرو بن العاص، لما طلب أحد أن عمر يرسل له مجموعة من القراء لمصر بحاجة، فأرسل مجموعة منهم هذا الرجل، قال لكتاب له جود له نظر كذا، فذهب إلى مصر، قال عمر أرسلت لك شخص آثرتك به على غير على نفسك، لكن هذا لما وصل إلى مصر تلقى في الشبهات، صار داعي بدعة
وانتهى الأمر أنه يجتمع بأصحاب ثلاثة ويحتسبون في قتل أمراء المسلمين حتى يريحونهم من الخلاف لما وقعت الفتنة بعد قتل عثمان رضي الله. فتعهد واحد بقتل عمرو بن العاص، والثاني بقتل معاوية رضي الله عنه، والثالث وهو من ملجم بقتل علي التسمين. التزموا بهذا واستعدوا واشتغلوا. اللي أراد قتل بن عمرو بن العاص صادف أنه ذاك اليوم كان على جنابه الفجر، ووكل غيره وقتل الوكيل بإمامة الناس الفجر وسلم عمرو. واللي ذهب إلى معاوية طعنه وهو يصلي في أسفل ظهره وكذا، وأصاب عجيز. كان معاوية رضي الله عنه ضخم الجسم، فصارت في لحمه ولم تصب عظم ولا تنفذ ولم تنفذ إلى جو وسلم. ومن ملجم جاء الكوفة وسكن في المسجد، واتفق مع حداد خارج المسجد يصنع له خنجر ويسمه حتى إذا ما مات بالطعن يموت بالسم. جلس المسجد ينتظر الصانع يفرغ من الخنجر. لما فرغ الصانع من الخنجر فعل ما فعل. أنه في هذه المدة الانتظار، وإذا فيه جارية لها حفش في المسجد، امرأة يعني بنت، وإذا هي فيها شيء من الجمال أو كذا وكذا، فخطبها. قالت إن مهرها عظيم كبير ما أحد يجيبه. قال وش المهر؟ أي شيء تبين؟ قالت قتل عليه. قال أنا جاي قتل عليه. فتعهد. لما فرغ الصانع من هذا ترصد العلي وهو يخرج صلاة الفجر، ينبه الناس وهو يمشي في السوق جاي للمسجد على صلاة الفجر السحر يعني. فترصد له وطعن وصارت الفتنة وتوفي علي وقتل. فانظروا إلى شؤم هذه النبتة، إذا نبتت في المجتمع خطيرة جدا. يتعين على أهل العلم رد شبهات هؤلاء وتفنيد ضلالاتهم وليهم لأعناق النصوص حتى تشتبه على الناس، لأن الناس يسمعون قال الله قال الرسول. فالدليل حق، قد يكون حق الدليل لكن وجه الاستدلال خطأ، ولهذا تسمى شبهة. والناس ما هم سوى في فهم القرآن. الصحابة رضي الله عنهم أهل اللسان وأول من خوطب بالقرآن العظيم أشكلت عليهم آيات وراجعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها لهم. يجي واحد حديث حفظ خمسة حديث أو عشر أو شيء ويعد نفسه مجتهد مفتي، فيضعف حديث ويصحح حديث ضعيف، ضعف حديث صحيح وصحح حديث ضعيف، ويستدل بما لا يفهمه ويجهر. واجب أهل العلم بيان هذا الأمر قبل أن يظهر ويستفحر ويستجد. واجب ولاة الأمر منع هؤلاء بالقوة. هذه السنة، هذه طريقة السلف الصالح والخلفاء الراشدين. فعمر أدب وحبس، وعثمان نفى لما اتسعت رقعت البلاد ووقعت الفتنة واشغلت أهل العلم وأهل الحكم. تحرك هؤلاء وانظر النتيجة، قتل أمراء المسلمين اتفقوا على هذا. وقاتل علي وش يقول فيها الشاعر منهم؟ يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الرحمن رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أو في البرية عند الله ميزانا. قاتل علي يمدحه واحد مثله، فرد عليه قال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الرحمن خسرانا، إني لأذكر يوم أحسبه أبخس الناس عند الناس ميزان. هذه من الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس أنه سيخرج من ضئضة شكل حال يعترض على النفس في قسمة غنائم حنين. لما أعطى المؤلف قلوبهم زاد لهم يتألفهم على الإسلام، قال اعدل يا محمد. طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتظاهرون أنه أصحاب سنة، إلى اليوم يستدلون بالسنة.